لجميع هواة أكل السمك البلدي الصاحب. دينيس لو احنا بصينا كده هنلاقيها ملوية اهي، لو انا جيت ضغطتها كده. بصوا يا جماعة مش عارف امسكها عشان الظبط اللي عليها. بصوا يا جماعة دينيس بلدي، دي المواصفات الكاملة لما تيجي تشتري سمك العين، ومش هتعرف تمسكها من الزبط اللي عليها، الزفلط من ايديك كده. بسم الله ما شاء الله اهو، ومن جودتها ملوية يا جماعة، هي حرف يو اهي. دي المواصفات الكاملة لسمك الدينيس. الصلاة على النبي. طبعا انا بقول خيشوم وانا عيب علي ان اقول خيشوم مع الزبط ده والعين دي، ما تدورش، بس انا باكد لكم، شوف الزبط، شوف العين، دي مواصفات كامله عند حسن العدوي. دي كحله بقى، دي الكحله، دي كحله، فرق بين الدينيس والكحله. دي كنال احلى من بتاعت بره. دي شوربه، الله اكبر، شوي برضه ما شاء الله. حاجه ما شاء الله. بس انا امسك لي وريني اللاويه بتاعت دي كده يا محمد. اللي باشا رئيس طلع من ماسك. بص بص يا جماعه، ملويه مش هو جايه من شدتها وجودتها، عامله حرف يو بلدي كنال. يبقى اذا لما تيجي تنقي سمكه لسه طالعه من البحر.